أهلا واضح، أنا بسمة ياسين. كتير كتير قوي. أكيد كلنا بنكذب يعني، بس بصي في فرق ما بين الكذب، الكذبه البيضة يعني، اللي مثلا يعني مثلا انا مثلا ابويا مثلا دلوقتي ابويا انا تعبان، فطول الوقت بكذب عليه عشان خاطر مثلا مبقاش عايزه اعصبه، فدي حاجه بس معديه. يعني ممكن مثلا اكذب على امها اقول لها تالي نايمه جوه وهي خارجه معايا، حاجات كده. بس يعني اكيد يعني كلنا بنكذب، بس اهم حاجه انه الكذبه ما تبقاش مؤذيه او بتضر. او برنسس ديانا، تامر بيقول كده، بيقعد يشبهني بيها. مرة انا شايفك برنسس ديانا. لا ما اعرفش، بس نفسي ابقى زيها. اغرب عادة عندي، عندي عادة غريبة قوي الصراحة، ان انا ما بجوعش غير لما اجي انام واصحى اكل شوكليت شوكليت شوكليت، وابقى بقول دلوقتي طب اكل ولا انام. دي العادة الغريبة اللي انا مش عارفة اتخلص منها. إلسا، بحب التلج. بصي هو مفيش اسم غريب، بس في اسم ما بحبوش خالص خالص يعني، ما بحبوش، فهقول عشان خاطر ما حدش يقول الاسم ده. بص بص ما بحب بص بص دي I hate it I hate it. كل الناس بليز اللي بيحبني ما حدش يقول لي بص بص. بحب قوي اسمع ميوزك قوي قوي عامه. انا بصي بحب جدا وبغني كمان. لا مش بس اسمع، بغني كتير، ببقى بعمل بصي حفلات مع نفسي. بحب ان انا اتفرج كتير قوي على موفيز و نتفليكس عامه يعني، بتفرج كتير وبحب ان انا اسمع ميوزك قوي. اتس مود يعني بالنسبه لي. ممكن ان انا بخاف كتير قوي 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 على يعني انا الناس اللي انا بحبهم، عارفه اللي هو ببقى طول الوقت يعني مثلا حد سافر ابقى دماغي يعني بفكر كتير قوي بالناس اللي بحبهم، بقعد شايله هم، فبحس انه الحياه مش 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 عايزه كده يعني. بحس ان ساعات لازم ابقى شويه اهدى اكتر يعني من كده. لا دلوقتي بصي اكتر 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 وقت حاسه ان انا فيه يعني حابه نفسي زي ما انا. بس قبل كده اكيد يعني كان في حاجه يعني وانا صغيره، في حاجات كنت نفسي اغيرها غيرتها يعني. يعني مثلا عملت مناخيري، كان نفسي اشقر شعري شقرته بوظته الحمد لله، رجعت اللون شعري طبيعي. يعني حاجات كده يعني. بس دلوقتي عم جد يعني وصلت لمرحله ان انا خلاص يعني انا هديت وعقلت.